خير، اللهم اجعله خير. مفيش خير يا بابا. يعني انا كده ابقى غلطانه يا عمي؟ بالعكس يا بنتي، ده انت كده بتحافظي على جوزك وبيتك. يعني حضرتك مع اي تصرف؟ طبعا طبعا، لان السهرات دي كلها مصاريف على الفاضي، والبيت هنا اولى بكل مليم يصرف على الكلام الفارغ ده. تاكدي يا مها ان انا بالروح والدم بايدك يا مها. اي يا عمي، هو انا داخله انتخابات؟ يا عم انا خلافي مع مدحت مش عشان المصاريف. فاهم فاهم، ما هي في النهايه برضه مصاريف في الهلس والكلام الفارغ. يا عم انا خلافي مع مدحت علشان الماضي بتاعه. طبعا يا بنتي طبعا، الواحد مننا طالما انه اتجوز لازم يقطع صلته نهائيا بالماضي. اهو ده بقى اللي انا طلبته منه ورفض بشده يا عمي. يبقى غلطان وستين غلطان. طب ده انا لما اتجوزت المرحومه ام مدحت قطعت صلتي بالماضي نهائيا، وبقيت مستقيم ماشي جنب الحيط، حتى كان شكلي باين ان انا راجل متجوز. عمي هو كان لحضرتك ماضي زي مدحت كده؟ مدحت مدحت مين يا مها يا بنتي؟ مدحت ايه؟ مدحت ده مدحت والجيل بتاعه ده كله جيل اخضر على قده. يا فين ايامك يا بديعه؟ بديعه مين يا عم؟ بديعه مصابني. يا وانا كنت بتنقل من عندها، ده انا كنت بروح بيتنا يمكن في الشهر مره او مرتين بالكتير. نعم امال ايه؟ يا سلام عليك يا بدعدع لما كانت تقف تغني اوعى تكلمني بابا جاي ورايا اوعى تكلمني، ولا كناش عمرنا شفنا لها اب بيجي ولا حاجه. انما ايه يا عم، هو حضرتك حنيت للماضي ولا ايه؟ لا يا بنتي حاشا وماشا، كل وقت وله اذان. اهو ده بقى المعنى اللي انا حبيت اوصله لمدحت يا عم. معلش يا مها بنتي، مدحت ده اصله غبي شويه، بس انا هفهمه، مش هسيبه كده، لازم افهمه، وهو لازم يتعلم من ابوه، لازم يتخذ ابوه قدوه ليه. واديكي شايفه انا رفضت اكتر من عرض للجواز بعد موت المرحومه. ويا ترى يا عمي حضرتك رفضت العروض دي ليه؟ وفاء وإخلاصا للمرحومة، هذا هو الحب الذي لا بد أن يكون بين الأزواج المخلصين. رغم أنه كذب علي وفهمني أنه ملوش ماضي. رأيك إيه في الكلام ده يا حسان؟ رأيي أن مفيش راجل في الدنيا ملوش ماضي. الله 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 الله، إيه الكلام الجديد ده يا حسان؟ صبرك بالله يا عايدة، الماضي مش لازم يكون والعياذ بالله سيء أو مخجل. الماضي بيمثل الإنسان خبراته وتجاربه. المهم يا بابا أنا غلطت لما طلبت منه يقطع علاقته بالماضي. لا يا بنتي من حقك، بس مش بالأسلوب ده. مش بتقولك يا حسان إنه عاند ورفض؟ اسكت أنت يا عايدة، مفيش داعي لشغل الحموات ده من أولها. أمال أعمل إيه بس يا بابا؟ التفاهم يا بنتي، مفيش أحسن من التفاهم بين الزوجين. اللي يسمعك كده يقول مفيش أحسن من كده. عيب يا عايدة، لم لسانك ومفيش داعي للكلام ده. ما هو انا بقى مش مبسوطه من الكلام الناعم اللي انت بتقوله للبنت. يعني عايزين اقول لها ايه؟ تروح تلم له هدومه وتنيمه على السلم؟ يا ماما هدي نفسك بس، خلي بابا يكمل كلامه للاخر. طبعا ما انت بنت ابوكي، كلامه زي البلسم، لكن انا معلش. الله يمسكي بالخير يا مها يا حبيبتي، هي اللي بتسمع نصايحي وكلامي. اهي سابت لب الموضوع ودخلت في الفرعيات. اقوم ادخل اوضتي واسيبكم لوحدكم؟ وبعدين بقى يا ماما تسيبيني ازاي وانا في الظروف اللي زي دي؟ اسمعي الكلام يا رشا يا بنتي، مفيش زوجين ما بيختلفوش ابدا. اساليني انا يا ما كتمت في قلبي. وانا معترف لك بده يا عايده، خلافاتي انا ومامتك محدش سمع عنها حاجه ولا عارف انا اي حاجه، حتى انت واختك. عشان انا كنت عاقله وبداري علشان ما خربش البيت. تمام، ولازم رشا تتعلم منك انها تداري وتحافظ على جوزها. يعني انت شايف كده يا بابا؟ اي قلت لها مستحيل اقطع علاقتي بسامي. موافق بسهوله كده؟ اعترضت طبعا. كانت عاوزه تذبح لي القطه من اولها. وطبعا ذبحت القطه. لا يا حبيبي، بس انا ما سكتش. عملت ايه؟ قعدت صلت ومولت وفلت وقلت. قلت ايه يا رشاد؟ هي دي الرجوله انا بلاش. واللي جاي انقح. يا ابني ايه؟ انت عملت انقح من كده؟ امال يا استاذ، طردتها بره الاوضه وخليتها تنام في الصاله. طبعا
لازم الراجل مننا يبان قدام مراته ان هو اسد والا هتاكله. قولي مها كلمت بخصوص سامي طول الليل في خناق برضه كانت عايزاني اقطع علاقتي بيه. اوعى تكون قصرت رقبتي وطوعتها. مش عيب يا بالرشد اخويا، انت تعرف عني كده اني جبانه وبخاف. طبعا انت هتقول لي مفيش حد فينا حبيبي بيعرف الجبنه او الخوف. ده غير بقى ان انا لميت لك العماره كلها، كل العماره زي ما تحسي. راجل راجل من ضهر راجل، وكمان بقى ضيف على دول قلمين سخنين خلتها تلف حوالين نفسها. اخ ايه مالك؟ فاتتني دي. انا كمان بعترف لك فاتت عليا برضو حكايه اني انيمها في الصاله دي. ولا يهمك، ملحوقه الجايات اكتر. ها هتيجي معايا الليله؟ طبعا لازم نروح ونثبت لمها ورشا ان احنا رجاله ما بنخافش، ويخبطوا بعد كده بقى دماغهم في الحيط. صح. قال نسمع كلامهم. مالك ماضي؟ انت مش بتقول ان مفيش راجل في الدنيا ملوش ماضي؟ ايه هتنكر؟ وهنكر ليه؟ ما هي دي الحقيقه. طب يعني انت ما بتفكرش في واحده من بتوع الماضي دول؟ يا عايده يا عايده احنا كبرنا خلاص. لا يا حبيبي انت اللي كبرت، انا لسه صغيره. انت ناسي ان في فرق بيني وبينك كام سنه؟ هنرجع للموال ده تاني؟ ما هنا لازم اعرف. تعرفي ايه؟ بتفكر لسه في الماضي؟ يا عايده يا عايده ارجوكي اتوسل اليكي، انا المشاكل اللي فوق دماغي في الشغل مكفياني، بلاش زودي المشاكل. طب قولي والنبي ما هزعل وحياة ربنا ما هزعل، بس قولي من يوم ما اتجوزنا عينك ما زغتش كده على واحده؟ بقولك ايه يا عايده، ما تخش تاخديلك دش. دش؟ ايوه تنزلي ميه بارده على نفوخك يمكن تفوقي، ولا اقولك ادخل انا ادو على نفوخي جرد الميه يمكن يفوقني. مساء الخير يا ماما. مساء الخير يا حبيبتي. ارجو انك ما تكونيش زعلانه مني. كان لازمته ايه بس انكم تتخانقوا؟ يعني رشاد ما حكلكيش اي حاجه؟ ريقي ناشف انه يحكي لي حاجه؟ ابدا، انا طبعا مش عايزه اعرف اسراركم، انا كنت عايزاه يحكي لي عشان اصالحكم. احنا كل خلافاتنا يا ماما عن ماضي رشاد. جرى يا رشا، انا ابني مستقيم ومتربي. وانا ما قلتش لا، لكن يرضيك ان ابنك يسهر يغني ويرقص طول الليل؟ يغني ويرقص يا مصيبتي؟ فين وازاي وامتى؟ في شقه صديقه العزيز سامي خليل. انا بقى قلبي مش مرتاح طول عمره للواد ده. انا كمان ما برتاحلوش، وخصوصا لما عمل لنا العزومه. وانتي عرفتي الحاجات دي ازاي؟ سامي حكى قدامي كلام، ورشاد اعترف لي بكلام اكتر بكتير. طالبته يقطع علاقته بسامي، رفض. انا غلطانه اني بحافظ على جوزي ومصلحته؟ بالعكس يا حبيبتي، انتي كده كبرتي في نظري جدا، ودلوقتي اطمنت على ابني انه في ايد امينه. يا ريت تساعديني يا ماما اننا نقنعه. طبعا يا حبيبتي هساعدك، ولو اني زعلانه عليه جدا من لوحه رقبته ونومته طول الليل على الكنبه. ما تخافيش يا ماما، انا هعدلها له. مساء الخير يا بابا. كنت بتطبل فين لحد دلوقتي يا ولد؟ اطبل؟ خص عليك ولد فاسد عديم الاخلاق. يا بابا بالراحه عليا شويه. اخرس ولا كلمه. حرام عليك، ده جدك لو كان عايش لحد دلوقتي وشاف الحكايه دي كان طب ساكت من طوله. سوقت سمعه العيله، حرام عليك. انا مربي الاجيال يطلع ابني طبال فاسد بعد ما صرفت عليك دم قلبي وما بخلتش عليك باي حاجه؟ انا لازم امدك على رجليك عشان تكون عبره لكل زمايلك الفاسدين الطبالين. يا بابا تمدني يا بابا، واحنا في مدرسه؟ انا حاسبت لك اذا كنا في مدرسه ولا لا. بلاش يا عم، بلاش يا عم، علشان خاطرك. فضلك انا اعبطيه عشان اعرف اقدمه. خلاص يا عم خلاص،
مدحت عاقل وهيسمع الكلام، صح يا مدحت ولا لا؟ رد يا ولد، هتسمع كلام مراتك ولا لا؟ يا بابا يا بابا، تدخلاتك بيني وبين مراتي دي ما يصحش. عمي بيومي زي ما هو ابوك ابويا انا كمان. بالظبط يا مها بنتي، ومن هنا ورايح مش هسمح لك ابدا تدوس على طرفها. يا بابا مش من حقها تتدخل في علاقاتي باصحابي. ضحكتني يا فتى، هو سامي خليل ده بتسميه صاحب؟ شفته بسببه حصل ايه ما بينا؟ بقى هو عندك اغلى مني يا مدحت؟ انا ما قلتش كده يا مها، بس انت عارفه كويس جدا ان بيني وبين سامي شغل. ما تحاولش يا ولد، اسمع الكلام احسن لك بدل السلاح. ما خدي منه عصايه مها. خلاص يا عمي، خلاص يا عمي. اوعى يا مها. بابا بابا. مساء الخير يا ماما. ازاي صحتك دلوقتي؟ هي رشا لسه ما جاتش؟ اخص عليك، اخص اخص على اخلاقك الفسدانه كده يا رشاد، كده تعمل كده بعد سهري وتعبي العمر ده كله؟ يا ماما هدي نفسك وفهميني ارجوك. في ايه؟ في ايه؟ في انك كذاب، كذبت على امك اللي كانت مخدوعه فيك. مخدوعه فيك؟ لا بقى، ده اتحاد نسائي. ايوه اتحاد نسائي، واوعى تزعلها، خلاص سامي بتاعك ده ينفعك. يا ماما يا حبيبتي، الحكايه ما فيها ان انا كنت ايه؟ خلاص ما تتكلمش، ما تحكيش ولا حاجه، انا قلبي اتقفل من ناحيتك. ليه بس يا حبيبتي تقولي كده؟ ده انت اغلى حاجه عندي في الدنيا. عندك حاجات كتير قوي، عندك سامي اللي هيضيعك ويخليك تخسر مراتك وامك. للدرجه دي قدرت تشحنك ضدي؟ قال وتقولي قال ايه؟ بذاكر عنده يا ماما طول الليل وانت عمال تغني وترقص. يا ماما دي نيمتني في الصاله. ما تنيمك في الصاله، ده انا منها مش هنيمك في الصاله، ده انا نيمك في الحمام. طب يا حبيبتي حقك عليا. لا مش ممكن هسامحك ابدا الا لما تروح تصالح مراتك وترجع لعقلك. حاضر، بس اصالحك انت لو انت اغلى حاجه عندي في الدنيا. ابعد مني يا رشاد، ابعد. خلاص بقى امشي. انا عارف انك زعلانه مني، مع ان انا بقى المفروض ازعل منك. ايوه قاعد طول النهار ايدي على خدي وزعلان ومتاثر جدا ان انا زعلت حبيبتي وروح قلبي. رشا انا بحبك لان انا في حاجات كتير. تليفون. مين يا ماما؟ سامي خليل. ايوه سامي. ايوه ايه يا ابني، انت لسه عندك لحد دلوقتي؟ لا ما هو ما هو يا سامي اصلي انت هتمقمله وتفقفق لي ايه؟ مزنوق مراتك جنبك يا قفص، بس كويس ان لحقتك. بقول لك ايه، هات معاك صودا وشويه مزات وحبش لي شويه فاكهه. لا انا مش حاضر اجيب لك الدوسيهات دلوقتي. يا باي على البخل اللي خلف ما ماتش يا ابني، ما تخافش هديك الفلوس اول ما تيجي، هحاسبك وهبقششك. انت مش فاهم ولا ايه؟ قلت لك يا اخي مش هقدر اجي. يا رشاد احترم نفسك، انت بتهزر ولا بتهزر؟ اوه بص بقى يا سامي، انا دلوقتي راجل متجوز. ايوه يا سيدي، وبحترم بيتي ومراتي. حياتي الهلس دي خلاص انا نسيتها من زمان. تجننت في مخك؟ لا ده انت بقيت لالا خالص. انا بقى مجنون فعلا لما صاحب واحد منحرف زيك. على اذنك. برافو يا رشاد. يا حبيبي يا رشاد. اللي اتأدب ده جنن فعلا. ماشي 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 يا رشاد، ان ربيتك ان ما خليتك تجي لي مزلول ما بقاش انا. ماشي شوف التاني اتاخر ليه. الو مساء الخير يا مدام، معاكي سامي خليل. لحظة واحدة، الأستاذ سامي عايزك يا مدحت. الو
ايوه يا سامي. ايه يالا؟ قاعد عندك بتعمل ايه؟ يا ابني الجماعه زمانهم جايين ومفيش حاجه ياكلوها، وانا معتمد عليك تشوي الفخده. الو؟ على فكره الواد رشاد خلع. طلع ارنب وخاف يجي. اطلع انت راجل بقى. بقول لك ايه يا مدحت؟ هات معاك صودا وشويه فاكهه وشويه حاجات كتير كده ومزات. كتر يالا، ما تبقاش بخيل زي ابوك. يا قليل الادب يا ماجن. ضحكتني. اسمع عاد انت، بلاش هزار تخيف. اخرس. انا تقول لي واد يا قليل الادب يا منحرف؟ عم 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 الدمى باللي يعميك يا وريتك. فياك صرمحه وقله قيمه، وبص لمستقبلك بقى. حاول تتجوز وتتلم، واياك اياك ثم اياك تعرف ابني وتفسد اخلاقه. ساعتها ما حدش هيقف لك الا انا، انت فاهم؟ غور. برافو برافو يا عمي برافو. اخساره، متى تزوج صديقك لم يعد صديقك. زراير القميص مقطوعه يا هانم. حاضر هركبهم لك حالا. لا لا خلاص، مش انت عايده ان انا اعرفها. حالك اتلخبط وبقيت تهملي امور بيتك. طب هات لي ابره وفتله من درج الكوميدين والضمها لي، بس انا مش شايفه. انت بتعيطي ولا ايه؟ هو انا دموعي نشفت من يومها؟ وانت حاسس بيا؟ حاسس بيكي؟ الله، ايه الحكاية؟ ما تفهميني. البنات يا حسان، مها ورشا، قطعوا بيا بعد ما كانوا مالين عليا البيت. تاني تاني يا عايدة، هو موال اللي بات فيه نصحى فيه ده عيشة تقصر العمر؟ طبعا، ما انت عندك اللي يشغلك. طول النهار في الشغل وسايبني انا محبوسة في البيت لوحدي، مستكتر عليا دمعتي. يا عايدة يا عايدة يا حبيبتي، انا سبق وقلت لك تعدي الازمة دي بس، وبعد كده هبقى جنبك هضحكك وافسحك واوديك الديسكو كمان. ديسكو ونرقص يا حسان؟ مدير عام بيرقص؟ طب افرض الناس من الممولين اللي انا بحاسبهم شافوني يقولوا عليا ايه؟ مدير عام بدرجة رقاص؟ وتفتكر تاني يوم لما يجي عشان احاسبهم اقول لهم ايه؟ مراتي اتهفت في عقلها وخلتني ارقص؟ مش انت اللي لسه قايل لي دلوقتي هفسحك واوديك الديسكو؟ باخدك على قد عقلك. انا كان قصدي نخرج نتمشى سوا، نتفسح سوا، نتمشى على الكورنيش، ناكل ذره، نشرب مانجا، نقعد على البحر ونشوف القمر وانت بتغني لي زي الافلام. ده في الافلام يا عايده، لكن في الحقيقه ده لو حصل هيقولوا علينا مجانين ويدونا المورستان. وتبقى مجنون عايده، والله حلوه دي يا حسان، ما تيجي نعملها. اتوسل اليك يا عايده، انا ورايا تحقيق ولازم اروح في معادي، ولما ارجع بالسلامه نبقى نتناقش في الرقص والغنى. ماشي حسان. ايه دي؟ ريحة ايه دي؟ متهيألي ريحة شياط. البنطلون اتحرق يا هانم. صباح الخير يا ماما. صباح الفل يا روح ماما، ايه الأخبار؟
الحمد لله. ورشاد ازاي وازاي صحته؟ صحته؟ مالها صحته؟ بومبو الحمد لله. خمسة خمسة خمسة. اوعي تحسديني ابني احسن ازعل منك. يا ماما حضرتك قلقانة من ايه بالظبط؟ قلقانة عليه من المجهود اللي بيعمله في الورشة، ده بيهلك نفسه. طب ما ده عادي، شاب ولازم يكافح ويتعب. ما انتي حبيبتي اصلك مش عارفة، اصل رشاد من طول ما هو صغير كانت صحته على قده، فعشان كده ببقى خاف عليه من اي مجهود. ده وهو صغير، لكن دلوقتي صحته كويسه والحمد لله، اطمني. وبعدين ده لازم يكافح اكتر من كده كمان. ليه يا بنتي؟ هو داخل حرب؟ حضرتك نسيتي انه عنده قساط للبنك لازم يدفعها في مواعيدها؟ انا ما كنتش موافقه على حكايه الورشه دي من الاول. ده مشروع ممتاز يا ماما، هيفيد ويفيد البلد كمان. وبصراحه بقى المشروع ده هو اللي خلاني اعجبت بيه ووافقت اني اتجوزه، لانه شاب مكافح. طب يا روح قلبي مش تفرحوا قلبي كده بحته ننص وغدود كده. يا ماما احنا قلنا لك من البدايه ان موضوع الخلفه ده احنا مأجلينه، لازم نأمن مستقبلنا. وبعدين زي ما حضرتك شايفه مفيش وقت، انا يا دوبك بخلص شغلي في البنك وبروح على الورشه اراجع حساباتها. خليكوا كده، افضلوا اهلكوا في صحتكم عشان تكبروا بدري. اتفضلي يا هانم روحي صحي جوزك وقولي له ان اللبن هيبرد. لبن ايه يا ماما؟ رشاد صحي ونزل من بدري. يا حبيبي يا ابني، نزل من غير ما يفطر ولا يشرب اللبن؟ طيب يا رشاد ما ترجع. اعذري يا ماما، اصل رشاد بقدم في مناقصه ومعاد فتح المظاريف النهارده. بلا مظاريف بلا كلام فارغ، ازاي يهون عليكي انك تخلي جوزك يخرج من غير فطار، يمشي على لحم بطنه، ايه ياكل من الشارع؟ انت كل اللي همك الفلوس وبس، حرام عليك يا شيخه، ليه كده ليه؟ فيش اخبار جديده يا عم؟ في ايه؟ بركان مدمر في اليابان. اعوذ بالله يا عمي. بقول لك اخبار تانية. في ايه؟ زلزال في كوالالمبور. يا عمي بقول لك اخبار مفرحه، مش زلازل وبراكين. يا بنتي وانا بجيب حاجه من عندي، ما الجرايد هي اللي كده. انت اكيد راح ترسمي. برافو يا عمي، وحضرتك بقى عرفت منين؟ ايه ودي عاوزه مفهوميه يا مها، ادواتك في ايديكي، واكيد فنانه زيك بتحن للطبيعه الجميله عشان تعبر عنها. عمو قد كده انت بتحب الفن التعبيري؟ جدا 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 جدا. يا سلام، ورسمك انت بالذات يا مها بيعجبني خالص. انا سعيد ان فنانه زيك عايشه معانا في البيت. ميرسي قوي، ميرسي قوي قوي يا عمو. انا يا بنتي طول عمري اعشق الفن الجميل، خصوصا الرسم والنحت والموسيقى والاغاني. هو حضرتك بتحب تسمع اغاني؟ يو ده انا سميع كبير. فين ايامك يا زيكو انت وصاصه زكريا احمد وصالح عبد الحي؟ طب حضرتك بتحب تسمع مين من الجيل الجديد؟ لا هو الحقيقه يا مها الجيل الجديد ده كله ما بحبش فيه غير اتنين بس، عبد العزيز محمود ومحمد قنديل. مين؟ عمي هو حضرتك بطلت تسمع اغاني من امتى؟ يعني من كام شهر كده. اخر حاجه سمعتها لعبد العزيز محمود يا شبشب الهنا يا ريتني كنت انا. شبشب هنا مين يا عم؟ يبقى بقى حضرتك ما لحقتش عبد الحليم ولا فيروز ولا نجاة ولا شادي. ايه ده ايه ده، انت قصدك على جيل التسعينات بتاع الاغاني الشبابيه ده؟ ايه؟ ايوه كده، اضحكي خلي ضحكتك تنور البيت. طب ايه رايك بقى انا جاي معاكي؟ يا خبر يا عمي، كده هتتعب قوي، ده انا بقعد ارسم بالساعات. وماله يا بنتي؟ ادي احنا بنتسلى. طب ايه رايك بقى انا هعمل لك حامل؟ حامل؟ لا لا ما تتخضيش قوي كده، حامل للوحه يعني، ده انا كده ابقى دخلت التاريخ، واذا رسمته فقد خلدته. ميرسي قوي على حنانك ده يا عم. دي واحده، البس هدومي وارجع لك. ماشي. يا شبشب الهنا يا ريتني كنت انا.
مين اللي هنا السعادي بقى؟ مين يا ماهر؟ لما حصل النور تصور عاوز كام؟ كام؟ 186 جنيه. عم مالك يا عم؟ مالك يا عم؟ مالك يا عم؟ عمي عمي يا عمي عمي فوق يا عمي فوق. عاوز كام؟ 186 جنيه. بالعمارة كلها؟ عمارة ايه كلها يا عمي؟ ده بيقول في 3 اشهر متأخرين ويا الباب يقطع الكهرباء. قطع رقبته، ده انا هخرج اكسر دماغه. عمي عمي استنى بس يا عمي، هو ذنبه ايه؟ دي فاتورة طالعة من مصلحة الكهرباء. اكيد غلطانين ولازم نقدم شكوى. بقولك ايه يا عمي، هو حضرتك دفعت كده الشهور اللي فاتت؟ انا دفع ولا ادفع ليه يا استهاني؟ جوزك هو اللي لازم يدفع، جوزك هو اللي بيستهلك الكهرباء. طب هنتصرف ازاي يا عمي؟ ده المحصل واقف على البيت. شوف يا مها يا بنتي، انت تقدري تعيشي في الضلمه؟ ها؟ لا طبعا. انا اقدر. انت تقدري تعيشي من غير ثلاجه؟ لا طبعا. انا اقدر. انت تقدري تعيشي من غير سخان؟ لا طبعا يا عمي، وهي دي تبقى عايشه؟ بس تبقي تتصرفي بقى وتدفعي. ايوه يا عمي، بس المبلغ ده كبير وانا في شنطتي يعني تقريبا. بس على مين؟ طيب بس. ايه يا عمي انت رايح فين؟ شوفي في اكياس اهي. ايه الكيس ده؟ استنى بس يا عمي اهو. استنى يا عمي بس، دوري على مهرك يا بنتي وان شاء الله هتلاقي. 183 جنيه اللي معايا. وهو عاوز كام؟ 186. يبقى انت محتاجه 3 3 ايه؟ 3 جنيه يعني. ايوه. طيب هدفعهم لك انا وامري لله. خد يا بنتي. ادي واحد. اتنين. اتنين ايه يا عمي؟ ده نص جنيه. نص جنيه. طب انت خدت ايه قبل كده؟ لا دول بتوعي. ايوه. طيب. خدت منك جنيه ونص اهو. طيب طيب ادي طيب. ادي جنيه. نص جنيه يا عمي ده. هو ده اللي نص؟ اه. الله. هم كلهم سألهم. ايوه. ادي واحد. ادي واحد. ادي اتنين. ادي اتنين. التلاتة. تلاتة ايه يا عمي؟ ده نص جنيه. انت كرهاني ده. بلاش ده، خليه هنا. استنى. خدي اهو نص جنيه برضه يا عمي وقديم اهو. الجنيه اهو 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 الجنيه. لا 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 يا مهما استنى، ما حدش حد يضحك عليا انا كده. الله وريني هم اهو 3 جنيه يا عمي. طيب طيب ميرسي قوي يا عمي، مش عارفه من غيرك كنا هنعمل ايه، بتعبك معايا. استنى يا استماع، يكون في علمك بقى، انتوا لازم تقدموا شكوى وترجعي فلوسي دي في ظرف اسبوع. ايوه، وتنبهي على جوزك ما ينامش وهو سايب النور والع، فاهمه؟ ما ينامش وسايب الراديو والتلفزيون مفتوحين. مش كل مره هدفع لكم. ايه يا جماعه، خلصونا ولا نقطع النور. يا ترى بقى ايه هو المشروع الجديد؟ مشروع يجنن يا هاني. ايوه ايه هو؟ كريزي ووتر. برضو كريزي تاني؟ ووتر يا هاني، مش ايس كريم. انا عاوز افهم ايه حكاية كريزي معاك؟ كل حاجة حوالينا النهاردة بقت كريزي. عندك حق، وحضرتك اوضح مثال. افندم يا استاذ حازم، صندوق التنمية ما بيمولش غير المشروعات الانتاجية. أنا مشروعي مشروع إنتاجي، يكفي إنه بيخلي الناس سعيدة وتقدر تنتج. ده مشروع ترفيهي، وبعدين التمويل محدود 50,000 جنيه. 50 إيه؟ دول ما يكفوش طبعاً المال في المشروع. شوف أنت بقى، واتفضل مع السلامة عشان أشوف اللي بعدك. أنت قد الكلمة دي؟ أيوة قدها ونص، هو أنا هخف؟ أنا فكرتك عائلتي من المرة اللي فاتت. امشي اطلع بره، فاكرني مجنونة زيك ولا إيه؟ طبعاً مجنونة. لما ترفضي مشروعات العظيمة زي دي تبقي 60 كريزي. هتطلع بالذوق ولا اندهلك الأمن؟ هتندمي. أنا ما بتهددش. ههاجم بيروقراطيتك وتدميرك لطموحات الشباب. وهنشوف. الرياضة الجنية يا مارس.
ايه ده حبيبتي؟ ماله خارج شايط كده ليه؟ ده ابن الصحفي المشهور ماهر سلامه، فاكر ان هخاف ان والده يهاجم الصندوق. تصور الشاب ده قدم مشروع الاولاني في نفس اليوم اللي انت قدمت فيه مشروعك، لكن الفرق كبير، وده سر اعجابي بيك يا حبيبي، لانك مختلف كتير عن غيرك. مؤاخذة يعني مش ندمانة انك اتجوزتيني؟ مش ممكن اندم ابدا وانا معاك. قولي بقى ايه سر الزيارة الجميلة دي؟ خبر، خبر هيفرحك وحطيني بالفرح. لازم فزتي بالمناقصة. انا طلبت رشوة؟ امال يعني بتتبلى عليك؟ يا فندم ده كدب، ما حصلش. الشكوى قدامها اهي، بتقول في الشكوى انها اديت لك سعادة. هي حاولت يا فندم، لكن انا رفضت بكل كرامة وعزة نفس. وبتقول كمان في الشكوى ان انت ضغطت عليها عشان ترقص في فرح بناتك مجانا. يا فندم هي اللي عرضت كده وانا رفضت وطردتها كمان. عشان كده انا قلت الم الموضوع واحقق فيه بنفسي. يا فندم حضرتك لازم تثق في كلامي وامانتي. يا استاذ حسان انا طول عمري بثق في امانتك ونزاهتك. امال حضرتك بتحقق معايا ليه؟ بصراحه انا شايف ان تقدير الضرايب على الفنانه اضواء كان مبالغ فيه. يا فندم دي بتكسب قد كده عشرات المرات، حرام تدفع حق الدوله. الست ما قالتش انها مش هتدفع لا سمح الله، لكن برضو الرحمه حلوه يا استاذ حسان. اقدر اعرف بس حضرتك مهتم قوي بموضوع اضواء هانم ليه؟ شكوى وجاتلي وانا كراجل مسؤول مش مفروض احقق فيه. ايوه بس هي فهمتني غير كده. فهمتك ايه؟ اتكلم انت. فهمتني انها ليها تاثير على حضرتك. كدابه، انا طول عمري راجل شريف ومصلحه البلد فوق كل اعتبار، وعشان كده هطلب اعاده فحص ملفاتها الضريبيه. اهو كده ربنا يكتر من امثالك. الو، مش ده مكتب الاستاذ حسان الاسيوطي؟ هو يا هاني. امال انت تطلعي مين بقى؟ انا الميلاميم يا حبيبتي، واحده دايخه وراه وهو ولا معبرني. مش حضرتك تبقي المدام برضو؟ وصيه عليا يا هاني، قولي له يحن يحن ابو قلب قاسي. انت تاني؟ دي مقابله يا حسن بيه، ده انا مستنيه سعادتك بقى. عايزه ايه تاني؟ مش قدمت شكوى وبيتحقق فيها؟ ما تزعلش مني، انا ضميري انبني وجاي اسحبها ومش هضرك. متشكر، متشكر قوي يا اضواء هانم، ما كنتش فاكر حضرتك بالانسانيه والطيبه دي كلها. اعمل ايه، ما انت دايما بتصدني وقاسي عليا على طول. سامحيني يا هانم، اللي ما يعرفك يجهلك. يعني خلاص مش زعلان مني؟ صافي يا لبن حليب يا قشطه. اطمن. امال امال، طمني قوي. بس المهم قولي لي الاول، كلميني بصراحه كده عشان اقدر اخدمك. اسال حضرتك وانا هرد عليك. جميل، قولي لي بصراحه كده عن مصادر دخلك بالكامل وانا هخدمك خدمه العمر. شوف يا حسن بيه. ايوه. انا بتحصل لي على 3000 جنيه شهريا من الملاهي الليليه. جميل جدا، ده الاجر. ايوه. والنقطه؟ حسب الاحوال نقول 20-30 ألف جنيه بالكتير قوي في الشهر.
قليل والله على المجهود اللي بتعمليه، لكن اطمني، وايه بقى مصادر دخلك التانية غير الرقص؟ انا مشاركة في محل كوفير بيخشيلي منه 30,000 جنيه في الشهر، واربع عمارات بتحصل على 60,000 جنيه في الشهر، كل عمارة فيها 10 ادوار، الدور فيه 5 شقق. جميل جميل جدا. طب والسفريات بقى؟ انا ما بسافرش كتير، انا ما بسافرش غير 4 سفريات في السنة، كل سفرية باخد فيها 100,000 جنيه. جميل 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 جدا، يعني 36,000 من الملهى و 360,000 من نقطة، وزيهم من الكوافير، و 720,000 من العمارات، و 400,000 من السفريات، يعني المجموع 1,876,000. ما حصلوش 2 مليون على ايدك اهو، ومستكترة تدفع منهم 250,000 جنيه ضرائب. 250,000 جنيه ضرائب؟ انا مش فاهمة. بكرة تفهمي كل حاجة يا هانم. يعني اطمن؟ اطمني يا هانم وحط ببطنك بطيخة صيفي. ملفاتك بالكامل هيوعاد فحصها من جديد، والسيد وكيل الوزارة امر بكده دلوقتي. ولعلمك المعلومات اللي قلتيها عن دخولك الطفيلية دي هتفيد المصلحة كويس قوي، وهي بتعيد تقدير الضريبة المربوطة عليكي. يا اضواء هانم. مسكينة. خلاص يا عم هانت اهو. والله 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 صعبانة عليا. معلش يا عم، حاجة متعودة عليها، اصل الرسم ده هواية في دمي. يا ساذجة. ياللي مضحوك عليكي. ايه ساذجة ومضحوك عليا؟ انا مش فاهم انت ازاي ساكتة على كده. انا مش فاهم. انا مش فاهمه حاجه يا عم، هو حضرتك تقصد ايه بالظبط؟ انت مش برضو دلوقتي تعتبري ست البيت؟ متهيألي برضو. انت مش من حقك كأي ست بيت تبقي ماسكه ميزانيه البيت في ايديكي؟ المفروض كده برضو يا عم. والمفروض ان الولد مدحت ده يحط في عينيه حصوه ملح ويديكي مرتبه. ايه مرتبه؟ ايوه ايوه مرتبه، وراد التاكس يوم بيوم عشان تقدري تصرفي وتديري البيت. ايوه يا عمو، بس يعني مدحت ما عرضش عليا حاجه زي كده. مش بقول لك مسكينه وساذجه ومضحوك عليكي 3 سيستم. ثلاثة سيستم؟ انت ليه بتقول كده يا عمو؟ عشان لحد دلوقتي مش قادره تفهمي جوزك. ايوه يا عمو، بس مدحت مش مخليني عاوزه اي حاجه. بس مخليكي قاعده في البيت منفضه على الحديده، وهو داير على حل شعره بيتصرمح مع سامي صاحبه ده، وبيصرفوا فلوسهم على الكلام الفارغ. معقول؟ معقول الكلام اللي انت بتقوله دوت يا عمو؟ اسمعيها مني نصيحه يا بنتي، الراجل ما يفسدوش الا جيبه العمران. قصقصي ريشه. أقصقص ريشه؟ أول بول. أول بول؟ تضمني جوزك في إيديكي ويمشي عدل. مرسي قوي قوي يا عمو، مرسي قوي عن النصيحة الهايلة اللي أنت اديتها لي دي. هقصقص ريشه. عملت ايه مع المدير؟ خدت لفت نظر، ده غير محاضرة في قدسية العمل، واني لازم اكتم عواطفي. بتضحك ولا همك؟ ده اول لفت نظر يدخل ملف خدمتي. وماله حبيبتي، ده وسام على صدرك، شهادة معتمدة انك بتحب جوزك اللي هو انا، نفسي بقى اللي هي تتكرر على طول. رشاد انت عاوزني اترفد؟ ابدا، ما تزعليش مني، اصلا الضحك طالع طبيعي، اصلا انا كنت متغاظ قوي من الراجل ده. انت اكلت؟ لا ابدا، تخيل نسيت بسبب المناقصه اللي انا خدتها دي، نسيتني كل حاجه. يا
للدرجه دي مستهتر بصحتك؟ عاوز تقع من طولك ولا ايه؟ ده انت على لحم بطنك من الصبح. طب اهدي اهدي بس يا حبيبتي، ما حصلش حاجه. يبقى مامتك عندها حق في كل اللي عملته الصبح. ماما خير يا رشا؟ ايه اللي حصل؟ زالت عشان انت نزلت من غير فطار وزعقتلي. معلش يا حبيبتي ما تزعليش مني، امسحها فيا المره دي. انا مش زعلانه عشان زعقتلي، لانها خايفه عليك. ايه ده؟ يبقى في حاجه تانية، ايه اللي حصل؟ تصور يا رشاد، فتحت لي موضوع الخلفه تاني. بصراحه بقى عندها حق. ماما نفسها انك تخلفي وانا كمان عايز رشاد، احنا مش اتفقنا ناجل الموضوع ده 5 سنين؟ بعدين 5 سنين كتير قوي. طب خليهم سنه واحده بس. هترجع في كلامك ولا ايه؟ هو كان اتفاق عيال ولا عاوز نزعل منك؟ لا خلاص، اللي تقولي عليه يمشي. خلاص يبقى روح اجيب لك كيلو كباب يسندك. لا يا حبيبتي، احنا عايزين ناكل اي حاجه خفيفه عشان يا ولادي عزمك بمناسبه حصولي على المناقصه الجديده. ايه رايك في المفاجاه دي؟ بتموت يا حلو يا بنت. 186 جنيه؟ ومستغرب قوي كده ليه؟ الفاتوره طالعه بثلاث شهور. عشان تحرم تنام وتسيب التلفزيون شغال، وتخرج وتسيب الكاسيت والتكييف شغالين. تكييف؟ هو فين التكييف ده؟ عمي كان معترض وكان عاوزنا نقدم شكوى. شكوى؟ المهم عملت ايه؟ كان موقف محرج جدا يا مدحت، وانت ما كنتش سايب لي فلوس. طب وايه يعني؟ ما بابا موجود. انا فعلا يا ابني انقذت الموقف في الوقت المناسب ودفعت المبلغ كله. ايه؟ قصدي دفعت الفلوس اللي ناقصه. كتر خيره يا عمي، انا ما كانش معايا غير 183 جنيه. وانا دفعت 3 جنيه. جنيه ينطع جنيه، وانتوا لازم تعملوا شكوى باسرع ما يمكن وترجعوا لي فلوسي.